السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم عن العريس الجديد. تزوج لكي يدخل في حياة سعيدة، يريد أن يبني بيت جديد وسعادة وحياة أخرى غير عزوبية. فإذا هو بين حرب شعواء، حرب شعواء بين الأم وبين الزوجة وبين الأخوات، دخل في معمعة ما لها أول من آخر. بعض الناس يوفق أن تكون الألفة بين أمه وأخواته وزوجته، والحمد لله تكون هذه الزوجة الجديدة فرد جديد في الأسرة، فهذه نعمة من رب العالمين إذا أنت زوجت ودخلت في المعمعة هذه وسلكت الأمور الحمد لله. لكن المشكلة إذا صار العكس، أن زوجتك الجديدة هذه ما قبلوها أهلك وأمك ما هضمتها، فيدخل المسكين في متاهة ما لها أول من آخر. فالأم لها حق عظيم، وبالوالدين إحسانا، والأخوات كذلك، والزوجة كذلك لها حق، أخذت همية الناس تبغى تكرمها، وخيركم خيركم لأهله. الأم زوجتك تبغى من يخدمها، زوجتك ما تتحرك، زوجتك ميتة تبغانا نخدمها، زوجتك ما تشتغل تجي كأنها أميرة، زوجتك ما تعرف تتكلم، زوجتك أسلوبها تعبان، زوجتك شايفة نفسها، مواضيع كثيرة. والزوجة أهلك ما يحبوني، أهلك ما يحترموني، أهلك وأهلك الرجال يعني مخه قفل، خواتك ما يحترمون زوجتك، زوجتك مسكينة على قدها ضعيفة، هذا أخلاقها وهذا تربيتها وهذا نفسيتها، وأنت متهم. فهذا العريس متهم من الطرفين، متهم من طرف الأم والأخوات، ومتهم من الطرف الثاني اللي هي الزوجة. الأم والأخوات يقولون أخونا ضعيف، ولدي ما له شخصية، حرمته راكبة عليه. والزوجة تقول هذا زوجي ما له شخصية، يتبع أمه وأخواته، هم اللي يسيرون يمين ويسار. فمسكين هذا في وضع لا يحسد عليه، إن سمع أمه وخواته راح شد على زوجته وظلمها، وإن سمع زوجته شد على أمه أو أنه عاداهم أو أنه قطعهم، فهو الآن في مأزق لا يحسد عليه. فهذا العريس لابد يحل هذا الموضوع سريع سريع قبل ما تتفاقم الأمور. أول شيء يشوف فعلا زوجته هل هي أسلوبها زين أسلوبها مو زين. ترى يمكن بعض الحريم يجون من بيوت أهليهم، انتبهوا قدامكم أم الزوجة خواته لا يتحكمون فيه لا كذا، تجي بأجندات يعني قبل ما تدخل على الزوج هذا، فلذلك الآن هي تبي تطبق أفكار عندها مسبقة، فيحاول يعدل من سلوك زوجته. إن كانها فعلا باردة ما تتحرك ينصحها تحرك، يساعديهم يدكم بيد بعض. أو مثلا تكون مغرورة أو شايفة نفسها على أهله، يعدل من سلوكها. أو بخيلة ما تكرم ما تعطي، تجي يد ورا يد قدام، وإذا جاووها ما كرمتهم ولا أطلقت الوجه في الترحيب، يعدل من سلوكها. يصير أنت يعني مسؤول عن الشيء هذا. وكذلك تعلمها أن هذول أهلي وهذه أمي وهذه أختي خواتي، حاول تكسبينهم وتدخلين معهم وتتحبون. يعني هذا الشيء يعني قول لها إذا تعزين وتحبيني قدري أمي وخواتي. بالمقابل الأم المفروض أنها تخاف الله في بنت الناس، تحترمها وتقدرها وتتغافل عن أخطائها، وتعلم بناتها أنهم يحترمون زوجة أخوهم، ولا تأخذها الغيرة بعد ما كان الابن لها لحالها، صار الآن هذه الزوجة جات وخذته وخذت راتبه وخذت محبته وخذت اهتمامه. لابد الأم ترقى في المستوى اللي يسعد ابنها ويسعد أحفادها، وتوجه الأخوات أنهم يعني تحترمون زوجة أخوكم وتقدرونها، وكذا الدنيا تمشي. لكن إذا ما مشى الحال على هذا الوضع، خل كل في مكانه وخل العلاقة رسمية. هذه النصيحة، تروحوا في مناسبات البنت تقعد محترمة، الأم والأخوات يحترمون الزوجة هذه، وبس تخلوها دعوة رسمية، وكل إذا قابل بعض
يحترمون، فتصير علاقة بينهم في الرسميات وفي الواجبات، كل يقوم بالواجب اللي عليه، وزر غبا تزدد حبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.